أهلا بكم أعزائي المشاهدين لحلقة جديدة من فضاء حر، نفتح فيها ملف العدالة الانتقالية في اليمن من الحصانة إلى المحاولات المستمرة لخذلان الضحايا. يصادف يوم غد الذكرى السادسة لمجزرة جمعة الكرامة، الجريمة السياسية الأكبر في الحالة اليمنية والتي هزت ربما العربية والتي هزت أركان المخلوع صالح وأذنت بنهايته كرئيس للبلاد وكمشروع للتوريث. لم تكن جمعة الكرامة الجريمة الأولى وليست الوحيدة، إذ رافقت الثورة عشرات الجرائم ضد شباب التغيير، جميعها طويت خلف تسوية سياسية منحت المخلوع وأعوانه حصانة من الملاحقة القضائية. تسوية فرضها المجتمع الإقليمي والدولي وقبلت بها القوى السياسية اليمنية بالمخالفة لما تعارفت عليها المواثيق الدولية والشرائع السماوية. جاءت هذه التسوية المختلة مؤسسة لمرحلة من الاحتراب لا زال اليمنيون يتجرعون مرارتها حتى اليوم، على عكس ما توقعته الأطراف السياسية التي اعتقدت أن من شأن التنازل عن حقوق أن يحقق السلام، وذلك ما تكرر قبيل الانقلاب على الدولة الذي تحالف فيه المستفيد من الحصانة مع جماعة عنصرية مسلحة انقضت على الجمهورية وعلى مكتسبات اليمنيين لعشرات السنين. الضحايا وحدهم من يدفع الكلفة الأكبر في ظل استمرار التلاعب بالملف الحقوقي والقانوني من أكثر من طرف، مع غياب الحماية الدولية وآلياتها على المشهد سوى من بعض البيانات الهزيلة والمواقف الباهتة، ومع شعور المجرم بالأمان وبأنه في منأى عن الملاحقة القضائية. المؤسف أكثر استمرار المجتمع الدولي في المضي أو على المضي في طريق التسويات السياسية البعيدة عن منطق العدالة والإنصاف في محاولات لتكرار تجارب ثبت فشلها وتأكد للجميع أنها لا تقود إلا لمزيد من الاحتراب والصراع الداخلي. الملف الحقوقي والقانوني لانتهاكات حقوق الإنسان من الحصانة إلى الانقلاب وصولا إلى الحرب نفتحه اليوم بمعية أستاذ القانون الدولي ووزير الشؤون القانونية السابق الدكتور محمد المخلافي الذي انضم إلينا الآن من القاهرة. مرحبا بكم مع الوزير، ونتشرف جدا بوجودكم معنا اليوم. كل المشاهدين أهلا دكتور محمد، أتمنى أن تسمعني، أنك تكون تسمعني جيدا. دعنا نبدأ جيد دكتور محمد، دعنا نبدأ مع الوزير من حيث الذكرى السادسة لجمعة الكرامة والتي تمثل الجريمة العلنية الأكبر في الحالة اليمنية وربما العربية. إذا ما تجاوزنا مسألة جبر الضرر وتكريم الضحايا وتعويضهم لعدم نضوج قانون العدالة الانتقالية في تلك الفترة، ماذا عن الحقيقة وعن معرفة الحقيقة هو المبدأ الأول لأي عدالة انتقالية والاعتراف بالجريمة؟ 6 سنوات حتى الآن ولا زالت الحقيقة الكاملة غائبة، الحقيقة الكاملة فيما يتعلق بجمعة الكرامة. من يتحمل مسؤولية هذا التستر عن المجرمين وإفلات المتورطين من العدالة؟ في البدء أنا لتعليق سريع على ما سمعتم منكِ. تفضل. القوى الداعمة للثورة لم تخطئ بالقبول بالعفو، لأن ذلك كان تقديرا سليما لتجنب الانزلاق إلى حرب أهلية، ولكنها ارتكبت أخطاء تالية والمتمثلة بالتخاذل عن متابعة الإجراءات التي تمنع أو كان يمكن أن تمنع الانقلاب، ومن ذلك عدم هيكلة الجيش والتخلي أو عدم ممارسة الضغط الكافي لتنفيذ برامج العدالة الانتقالية. أما فيما يتعلق بالسؤال ففي الواقع ليس بالإمكان الكشف عن الحقيقة إلا بتنفيذ العدالة الانتقالية، لأن الكشف عن الحقيقة هو الخطوة الأولى في عملية العدالة الانتقالية،
وهي مسألة مرتبطة بتنفيذ البرامج مجتمعة، سواء فيما يتعلق بجبر الضرر أو تخليد ذكرى الضحايا أو الإصلاح المؤسسي. هي منظومة متكاملة، والعدالة الانتقالية هي جزء أساسي ورئيسي من أي انتقال من النظام التسلطي والاستبدادي إلى نظام ديمقراطي، وهي ضمانة لتحقيق كل نجاح للانتقال. وهناك اعتراف في هذا الأمر على الصعيد العالمي والتجارب الماثلة أمامنا، لا سيما في أمريكا اللاتينية التي كانت تعاني من أنظمة استبدادية هي شبيهة بنظام علي عبد الله صالح. لم ينجح التغيير ولم ينجح الانتقال إلا بتحقيق العدالة الانتقالية وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية. نعم، نحن أمام إعاقة لعملية التغيير، ولكن التغيير سيتحقق، لأن ثورة 11 فبراير هي سيرورة تاريخية، وهذه السيرورة لن تنتهي، وإنما ممكن أن تعاق هنا وهناك. الانقلاب والحرب بالتأكيد أعاق هذه العملية. لكن نعم دكتور محمد، سنصل إلى الانقلاب وإلى الحرب، لكننا سوف نبدأ في المحور الأول من هذا النقاش للحديث حول المرحلة الانتقالية، مرحلة ما قبل الحرب، وسوف نتحدث إذا ما كانت تلك المرحلة هي فعلا ممهدة للحرب، وما هي الأسباب التي رافقتها والتي وصلت في النتيجة إلى الانقلاب ومن ثم الحرب. لكن اسمح لي الدكتور محمد والمشاهدين الكرام لاستعراض هذا التقرير الذي يعني يمر سريعا على مسار العدالة الانتقالية في اليمن منذ العام 2011. نتابع هذا التقرير ومن ثم نستأنف النقاش. ارتكب نظام المخلوع صالح الكثير من الانتهاكات الإنسانية ضد شباب الساحات، أبرزها مجزرة جمعة الكرامة في 18 من مارس 2011. في 21 من فبراير 2012 وافق مجلس النواب على منح المخلوع صالح الحصانة التي اشترطها للخروج من السلطة بموجب المبادرة الخليجية. في 18 من مارس 2013 دخل اليمنيون في حوار شامل من أهم قضاياه العدالة الانتقالية. اتفق فريق العدالة الانتقالية في الحوار على مخرجات أبرزها ما يلي: إصدار قانون العدالة الانتقالية واتخاذ الإجراءات المؤسسية لتنفيذه، الالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الحقوقية الدولية بما يضمن التنفيذ السريع والنزيه لمعاقبة المدانين وجبر ضرر الضحايا، وجوب رد الاعتبار لكل ضحايا الصراعات السياسية في أي مرحلة. تنشأ بمقتضى قانون العدالة الانتقالية هيئة عليا مستقلة تسمى هيئة العدالة الانتقالية. تلتزم الهيئة بمعالجة آثار الانتهاكات والاعتذار ورد الاعتبار للضحايا وجبر ضررهم وإحداث مصالحة وطنية شاملة. قبل انتهاء مؤتمر الحوار بدأت مؤشرات الانقلاب على الدولة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع وصولا إلى اجتياح العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر 2014. منذ الانقلاب ارتكبت الكثير من الجرائم، بلغ بعضها مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. خلال جولات المشاورات بين الحكومة والانقلابيين تحاول الأمم المتحدة والدول الكبرى إنجاز تسوية سياسية بين الأطراف وإغفال العدالة الانتقالية عن الجرائم التي ارتكبت ضد الضحايا في اليمن. نعم، عودة إليكم أعزائي مشاهدينا، وعودة إليك الدكتور محمد، وأيضا عودة إلى إجابتك السابقة على سؤالنا الأول فيما يتعلق بظروف العدالة الانتقالية وأسباب فشلها وتعثرها. دكتور محمد، كيف وعلى ماذا راهنتم تحديدا على نجاح عملكم فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية وقانون العدالة الانتقالية مع غياب تام للظروف والشروط، شروط العدالة الانتقالية المتمثلة بالإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذ هذه العدالة، وأيضا سيادة القانون واستقلالية القضاء؟ في البدء هناك تصويب لما ورد في التقرير بشأن موقف الأمم المتحدة،
الأمم المتحدة لم تتخلى عن العدالة الانتقالية، وإذا عدنا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي سنجد أنه كان يتم التأكيد في كل قرار يصدر على العدالة الانتقالية عدا القرارات المتعلقة بالعقوبات الخاصة بمعرقلي العملية السياسية. والقرار الـ 22/6 عجب. أما القرارات السابقة فجميعها تضمنت التأكيد والالتزام بتنفيذ العدالة الانتقالية أو إصدار قانون العدالة الانتقالية وتطبيق برامجها. نحن يعني إيمانا منا بأنه الماضي وتجاوزه وإنهاء عذاباته وجراحاته لن يتم إلا بتحقيق العدالة الانتقالية، وبأن الانتقال الديمقراطي لن يتحقق ولن ينجح ما لم يتم تطبيق برامج العدالة الانتقالية. هذا الإيمان كان المصدر الأول لنا لي أنا شخصيا وزملائي أيضا في وزارة الشؤون القانونية. ولهذا بعد شهر من تشكيل حكومة الوفاق الوطني تم إعداد مسودة مشروع القانون، ومن حين ذاك حتى الانقلاب ونحن نصارع من أجل أو نعمل من أجل أن يجري حالة هذا القانون إلى مجلس مشروع القانون إلى مجلس النواب. لكن مراهنتنا على القوى السياسية وتحديدا على أحزاب اللقاء المشترك وبالذات على الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح للضغط من أجل تحقيق أو من أجل إصدار القانون. هذه المراهنة خذلت بسبب خذلان أحزاب اللقاء المشترك لبعضها وبالتالي خذلانها للتغيير وخذلانها للعملية الديمقراطية، ولم تمارس الضغط الكافي على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لكي يقوموا بإقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب لإصداره، وإذا وفي حالة التعذر يتولى رئيس الجمهورية بإصدار القانون. يعني برأيك دكتور محمد، ألا ترى بأن هذه الأمور يعني تبدو عبثية في ظل فعلا عدم نضوج بيئة كاملة لتطبيق قانون العدالة الانتقالية؟ نتحدث نحن عن غياب تام لاكتمال شروط العدالة الانتقالية في تلك الفترة، يعني إضافة طبعا إلى وجود قانون الحصانة الذي يحمي القتلة والمجرمين من الملاحقة القضائية. لا، الحقيقة يعني الشروط العدالة الانتقالية تتمثل بضرورة تجاوز أخطاء الماضي وتحقيق انتقال ديمقراطي ناجح، لكن أن القوى السياسية تتخاذل هذا أمر آخر لا يعني عدم توفر الشروط. هي ضرورات، هي العدالة الانتقالية هي ضرورة للانتقال من أي نظام تسلطي، وبالتالي يعني ذلك الخضران لم تمليه شروط موضوعية وإنما أملت رغبات ذاتية أو عدم إدراك لأن عدم تحقيق العدالة الانتقالية سيشجع النظام القديم إلى الإقدام على خطوات لإعاقة العملية بكاملها. والشروط من الناحية المجتمعية، أنت كنت متواجدة في اليمن ومتواجدة في الساحات، يعني كان هناك وعي واسع بين الشباب وبين الداعمين للتغيير لتحقيق العدالة الانتقالية. على الصعيد الدولي كان هناك دعم منقطع النظير، وبالمناسبة كانت السنة الأولى يعني لدعم واسع من المجتمع الدولي وبالذات من الاتحاد الأوروبي
لإنجاح العدالة. لكن قبل أن نتحدث عن الدعم الدولي دكتور محمد، قبل أن نتحدث عن الدعم الدولي، ولو أنه نحن نجده باهت وضعيف يعني فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، لأنه لا يعدو عن مجرد نصوص هنا أو هناك، ولم يعني يصل إلى مرحلة الفعل الحقيقي أو الضغط الحقيقي من قبل المجتمع الدولي. إذا ما عدنا للنقطة التي تحدثت عنها وعن خذلان الأحزاب السياسية لكم في إحالة قانون العدالة الانتقالية التي عملت عليه وزارة الشؤون القانونية في ذلك التوقيت إلى الحكومة ومن ثم إلى مجلس النواب، ما جدوى ذلك؟ ما جدوى هذا القانون وكيف يمكن أن ينفذ طالما والمخلوع صالح أو النظام السابق كان يسيطر على أكثر من نصف الحكومة وعلى أكثر من نصف البرلمان؟ يعني ما هي ضمانة أيضا تنفيذه في تلك المرحلة؟ كانت آلية نقل السلطة أو آلية تنفيذ العملية الانتقالية كانت قد أوجدت حل لهذا الأمر بأن أعطت رئيس الجمهورية صلاحية بالموافقة على المشروع في حالة عدم التوافق في مجلس الوزراء، وإصدار القانون في حالة عدم التوافق في مجلس النواب. لو كان هناك حشد من الأحزاب السياسية الرئيسية للضغط على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الوزراء لكان صدر مثل هذا القانون. وأنا أقول إنه نحن كنا حريصين على أن يصدر قانون قبل مؤتمر الحوار الوطني، لأنه تم النص في قانون العفو أو ما سميته بقانون الحصانة على ضرورة إصدار أو ارتباط هذا القانون بإصدار قانون أو قوانين للعدالة الانتقالية. فمن أجل الاستفادة من الحماس الذي كان قائما بالذات لدى الاتحاد الأوروبي. معذرة دكتور محمد، لكن أيضا نحن نتحدث الآن عن مسألة قانون العدالة الانتقالية و يعني تعثر إقراره من قبل مجلس النواب، وكأننا نتحدث عن حالة طبيعية كانت التشريعات والقوانين هي السائدة وهي التي تسير الأمور. وأنت تعرف جيدا بأن مخرجات الحوار الوطني وكل ما توافق عليه اليمنيون بما فيها مخرجات العدالة الانتقالية تم الانقلاب عليها وذهابا إلى الحرب، بمعنى أنه هناك نية كانت مبيتة لإفشال المرحلة الانتقالية والانتقام من اليمنيين على خروجهم في فبراير. ألا تتفق معي في ذلك؟ نعم، أنا أتفق معك. وأنا يعني شخصيا حينها تحدثت وعبر وسائل الإعلام ومنها الجزيرة على ما أتذكر في برنامج بلا حدود بأن هناك تحضير للانقلاب، وأنه جزء من إمكانية تحقيق هذا الانقلاب هو موقف الخذلان القائم بين الأحزاب الداعمة للتغيير، وأيضا موقف السلطة المعنية بهذا الأمر. وبالتالي جزء من ما أدى إلى الانقلاب هو أننا لم نقم بكل ما يجب عمله لمنع مثل هذا الانقلاب. ما الذي كان يجب عمله والذي كان يمكن أن يعني يؤجل الاحتراب أو أن لا يوصل اليمنيين إلى الحالة التي وصلوا إليها؟ كان الإجراء الأساسي والرئيسي هو هيكلة القوات المسلحة والأمن على في الواقع وليس في الأوراق. نحن أصدرنا قرار للهيكلة لكنه لم تنفذ، وبالتالي ترك الجيش والأمن. هو معروف كان لدينا بأنه موالي لرئيس النظام القديم، ترك الجيش والأمن بيده لكي يقوم بالانقلاب. اثنين، لو كان تشكلت لجنة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تمت عام 2011 ومنها جريمة جمعة الكرامة، كان هذا الأمر أيضا معنويا سيضعف النظام القديم والقائمين عليه.
لو كان صدر قانون العدالة الانتقالية كانت ستبدأ عملية ستؤدي إلى إضعاف المناصرين لهذا النظام، وسنبدأ أولا بالكشف عن الحقيقة، والكشف عن الحقيقة يستوجب أن يكون هناك استماع علني للضحايا وللمنتهكين. هذا الاستماع العلني كان سيلعب دور كبير أيضا بإيجاد ثقة بأننا في حالة تغيير. علينا ألا يعني نبرر الخذلان الذي مارسناه كقوة سياسية، ليس كأطراف سياسية، وكان الأمر واضح بأن هناك استراتيجية الفشل يعتمدها النظام القديم لكي يحضر للانقلاب، وموقفا لا استراتيجية كان لدى القوى المعنية بالتغيير. ومن ثم ترتب على ذلك أننا انزلقنا إلى الحرب التي كنا قد استطعنا أن نتجنبها أو نمنع حدوثها. ألا تعتقد دكتور محمد، ألا تعتقد بأن مثل هذا الطرح ربما يفهم كتبريرا للانقلابيين على فعلتهم، وبأنه يحمل أطراف أخرى غيرهم يعني مسؤولية ما آلت إليه الأمور، مع أنه كان الواضح بالنسبة للجميع بأن رغم كل الضغوط الإقليمية والدولية للمضي بالمرحلة الانتقالية إلى الأمان، كانت هناك يعني جهود حثيثة بالذهاب إلى الحرب؟ الاعتراف بالخطأ أمر يفيد ولا يضر. يفيد أنه يعني نحن اليوم أيضا نحن بحاجة ألا نكرر الأخطاء لكي نقضي على الانقلاب. ولا يبرر الانقلاب يعني تضمن عناصر أي انقلاب فاشي. هذا الانقلاب مدان أخلاقيا ومدان قانونيا ومدان على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدولي. الانقلاب دفع باليمن إلى حرب أهلية وضحايا كثر ودمر كل إمكانية اليمن، جعل اليمنيين بين مشرد ولاجئ. الانقلاب أوقف إلى حين مشروع عظيم لليمنيين، وهو مشروع الذي رسمته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. الانقلاب أنا قلت بأنه فيه كثير من عناصر الفاشية، لأنه يتضمن عناصر التمييز وعناصر طائفية وعناصر التقديس لقيادة الانقلاب. كل هذا الأمر لا يبرر عدم الاعتراف بالأخطاء التي مارسناها، لأننا اليوم أيضا نمارس أخطاء أخرى أجلت القضاء على الانقلاب. استمرار الانقلاب أيضا أنا أعتبر أنه جزء رئيسي سببه الخذلان الذي نمارس نحن المتمسكين بشرعية الدولة وبشرعية الحكم. نعم دكتور محمد، طيب إذا يعني إذا ما تحدثنا عن تشريعين كان اليمنيون قد توصلوا إليهما قبل الانقلاب وقبل الحرب، وهما قانون العدالة الانتقالية التي عملت وزارة الشؤون القانونية برئاستكم على إنجازه، وأيضا مخرجات الحوار الوطني أو تحديدا مخرجات العدالة الانتقالية. أيهما المرجعية التي يمكن أن نستند إليها اليمنيون بعد الحرب؟ بطبيعة الحال نحن كنا قد أعدينا المشروع، أو بالأصح كانت من ناحية العملية قد فرغ مجلس الوزراء من هذا المشروع في شهر 5/2012 في وقت مبكر قبل أن يعقد مؤتمر الحوار. وبعد بعد أن أنجز مؤتمر الحوار أعماله وصدور مقرراته، وزارة الشؤون القانونية أعادت النظر في المشروع
ووائمته تماما مع مخرجة مؤتمر الحوار الوطني، وهو مشروع قرر مجلس الوزراء وصدر قرار من مجلس الوزراء بعد مؤتمر الحوار الوطني بإحالته إلى رئيسي الوزراء ورئيس الجمهورية لكي يقرر من قبلهما كمشروع، لأن التوافق لم يتحقق في مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب، وبالتالي لم يعد هناك اختلاف بين مشروع القانون الذي أحيل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. نعم نعم مع الوزير. دعنا نستضيف الآن معنا، ينضم إلينا البروفيسور أحمد الدبعي، وهو أكاديمي وباحث من اسكتلندا، وهو أيضا واحد من شاركوا في ثورة الشباب الشعبية السلمية 2011. مرحبا بك دكتور أحمد. أهلا مرحبا. أهلا بك. بداية، ما هي برأيك أبرز المآخذ على المرحلة الانتقالية والتي يعتبرها الكثير من الشباب مآخذ السياسية بطبيعة الحال والقانونية التي أطاحت بتطلعات الشباب اليمن؟ بداية شكرا على الاستضافة. المرحلة أول، مصطلح العدالة الانتقالية بشكل عام هو مصطلح جديد على المجتمع اليمني، سواء النخبة السياسية أو الشعب اليمني بشكل عام. وأعتقد أن العدالة الانتقالية كانت بحاجة لتبشير ثقافي وتنويري بداية، حتى يفهم الناس ما معنى العدالة الانتقالية. نظرت إليها الأحزاب السياسية بارتباك، ونظر إليها كثير من النخب السياسية وكأنها تستعدي طرفا على حساب طرف آخر، وكأنها عدالة انتقامية وليست عدالة انتقالية. فالعدالة الانتقالية لم تحصل بوجهة نظري الشخصية على ذلك الشرح المبسط للناس، لعامة الناس، بحيث أنه تتكون لدينا ثقافة جمعية في المجتمع اليمني سعيا للحصول على ضغط كبير لدى القوى السياسية، على القوى السياسية وعلى الجميع، وبمساعدة المجتمع الدولي لتحقيقها كأولوية. لم يتحدث عنها كثير من الأحزاب السياسية كأولوية، وهذا سبب كما قلت كان بسبب أنها مصطلح جديد أو مفهوم جديد بالنسبة للمجتمع اليمني. طيب دكتور أحمد، يعني بشكل مباشر، يعني برأيك هل كان قانون الحصانة هو السبب الذي أوصل الوضع إلى ما وصلت إليه، أم تحمل أيضا الأداء السياسي للقوى السياسية في المرحلة الانتقالية أيضا عبء ومسؤولية ما وصلت إليه الأمور كما يعتقد الدكتور محمد المخلافي؟ عند النظر للحالة اليمنية، أنا أحاول أقارن بأكثر من 40 حالة عدالة انتقالية حصلت في التاريخ في القرن 20 و21. برأيي الشخصي أن سبب تعثر تطبيق العدالة الانتقالية، وإن شاء الله تتحقق عموما في المستقبل، ما زال هناك أمل لتحقيقها، لأنها هي الآلية الوحيدة التي تضمن الانتقال من حالة الاحتراب، إدارة المرحلة الانتقالية من الاحتراب إلى مرحلة الاستقرار. الحصانة التي حصل عليها المخلوق الرئيس السابق أو المخلوق علي عبد الله صالح كانت بمثابة أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى جعل علي عبد الله صالح يتحرك بشكل حر ويعرقل كثير من مجريات الأمور، منها هيكلة الجيش ومنها العدالة الانتقالية. فكانت حقيقة هي إسفين في 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 أو مسمار في جسد العملية السياسية برمتها في ذلك الوقت، كانت خطيئة كبرى الحصانة. وأيضا أنا أتفق مع الدكتور محمد المخلافي الذي التقيته قبل عملية الانقلاب اللي حصلت في عام 2014 هنا في ردهات في اسكتلندا، هنا كان في أدنبرا في البرلمان الاسكتلندي، وتحدثنا عن مجريات العدالة الانتقالية في ذلك الوقت، يعني ثقافة العدالة الانتقالية وما إلى ذلك. نعم، اتفقنا في ذلك الوقت أنه من يدير الجيش وأن هناك نية مبيتة حقيقة للانقلاب، وأن هناك نية لإقصاء المشهد السياسي برمته بالسلاح. وهذا نحن نتحدث عن ميليشيات، عن عقلية
عصابات ميليشياتية لا تعي معنى القانون ولا تعني معنى العدالة الانتقالية ولا تعني هذه الطروحات برمتها. كانت تراهن منذ البداية على السلاح وإقصاء الآخر بالسلاح، واستهدفت الحوار الوطني وأنصار الحوار الوطني وما إلى واعتقلت الناس حتى كما قلت تجعل لغة الرصاص هي اللغة العليا أو ذات اليد الطولة في المشهد برمته. نعم دكتور محمد، سؤال أخير، يعني برأيك كيف تنظر إلى مستقبل العدالة الانتقالية بعد كل ما كل هذه الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها اليمنيون ما بعد الانقلاب تحديدا؟ العملية الانتقالية يجب أن تمضي، يجب أن ننظر من أجل تحقيقها. أنا كما قلت تحدث عن 40 حالة عدالة انتقالية حدثت في العالم في العصر الحديث، ابتداء بالتجارب التي حصلت في السلفادور والأرجنتين وتشيلي وغيرها من أمريكا اللاتينية، وهنا وفي أوروبا حصلت في اليونان وفي صربيا، وحصلت أيضا في رواندا في إفريقيا. وأيضا أحب أن أقول أن هناك تجربة رائعة في العدالة الانتقالية أو في انتقال الناس من حالة الاحتقان إلى حالة الاستقرار حصلت في المملكة المغربية الشقيقة. وأتمنى من الدكتور المخلافي أن يدرس التجربة المغربية بعناية، رغم أن أنا عارف أنه في اليمن الأمور زادت عن حدها بشكل كبير وأصبحنا نتحدث عن آلاف القتلى الآن، لكن أيضا التجارب الأخرى التي حصلت في الدول الأخرى ممكن أن نستفيد منها، لأنه لا يمكن الانتقال لحالة طبيعية في اليمن والخروج من حالات أو من دوائر العنف ودوائر الانتقام والثأرات إلا عبر عدالة انتقالية تدار بشكل سليم. نستفيد من تجارب الشعوب الأخرى، فنحن لا نقوم بتجربة جديدة ونخترع العجلة كما يقولون. نحن نحاول أن ندرس الآن التجارب التي حصلت ونستفيد منها، لأننا بذلك سوف نختصر الكثير من الوقت والجهد. نعم دكتور أحمد الدبعي الباحث والأكاديمي، كنت معنا عبر الهاتف من اسكتلندا، وعودة إليك من جديد الدكتور محمد. إذا تحدث الدكتور أحمد عن تجارب عديدة حول العالم، تجارب نجحت فيما يتعلق بتنفيذ العدالة الانتقالية، كانت في مجملها لها شروط معينة ربما لم تكتمل في اليمن، أبرزها العزل السياسي للمجرمين، وهذا الشرط الذي ربما انتفى في اليمن. كيف يمكن أن تتنفذ أو ينفذ أو ينفذ قانون العدالة الانتقالية والمجرم أو المتورطين بهذه الجرائم هم جزء من المؤسسات التنفيذية وجزء أو ربما مسيطرين أيضا على المؤسسات القضائية؟ اسمحي لي أوجه تحية للدكتور أحمد على اهتمامه بقضية العدالة الانتقالية. والأمر الثاني أردت أن أوضح شيء، بأن الأحزاب السياسية لم تقوم بدورها ليس لعدم استيعابها للعدالة الانتقالية، وإنما كان ذلك خذلان عام ليس فقط متعلق بالعدالة الانتقالية. أما العدالة الانتقالية يعني من حيث ربما المصطلح يعني لم يكن مفهوما لدى الجميع، لكن المضمون مفهوم. من عام 2000 الحزب الاشتراكي أدرج ضرورة إنشاء هيئة إنصاف ومصالحة لإزالة أثر حرب 94. وثيقة الإنقاذ الوطني نصت أيضا على دورة إنشاء هيئة إنصاف ومصالحة، وبالتالي لم يكون الأمر مجهولا تماما لدى الأحزاب السياسية. نحن الآن في ظرف آخر ومختلف. فعلا نحن استفدنا من التجربة المغربية وجنوب إفريقيا، وبالذات التجربة المغربية فيما يتعلق باستبعاد العدالة الجنائية، لكن الأمر الآن اختلف لأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد نصت صراحة على أنه في حالة إعاقة العدالة الانتقالية أو عدم الامتثال لإجراءاتها أو تكرار الانتهاكات
تطبق العدالة الجنائية، أي المساءلة الجنائية والملاحقة الجنائية. الأمر الآخر، استعادة الدولة سيكون بالضرورة أو سيقوم بالضرورة على وضع آخر ووضع جديد ينتهي معه السيطرة النظام القديم، سواء على القضاء أو الإدارة أو غير ذلك. ومن ثم العدالة الانتقالية الآن مرتهنة باستعادة الدولة والعودة إلى العملية السياسية ثم بناء الدولة الجديدة. نستطيع حاليا أو نستطيع حاليا أن نقوم ببعض الإجراءات، أو تستطيع الحكومة بالأصح أن تقوم ببعض الإجراءات تمهيدا للمستقبل، ومن ذلك إصدار مرسوم يتعلق بالعدالة الانتقالية وتحويل نصوص المشروع القانوني في هذا المرسوم حتى تستعاد الدولة وتستعاد السلطة الشرعية في كل البلاد لكي يتم إقرار قانون. الأمر الثاني أيضا، يعني تستطيع أن تتخذ خطوات عملية بالاستمرار بما كان قد بدأ من أعمال هي جزء من العدالة الانتقالية والمتمثلة بلجنة التحقيق في أحداث 2011 ولجنة استعادة الأراضي المنهوبة في المحافظات الجنوبية وإعادة المبعدين من السلك العسكري والمدني. و جمعة أو يوم الكرامة أو جمعة الكرامة هي رمز لتخليد ضحايا نظام علي عبد الله صالح، وبالتالي هذا لكن اليوم ذلك يعني معالي الوزير ذلك لم يحدث. غدا ستحل الذكرى السادسة لملحمة جمعة الكرامة دون أن يتحقق ولا شرط واحد من شروط العدالة الانتقالية أو جبر ضرر أو الضحايا أو حتى تكريمهم كما تحدثت، وأنت تتحدث الآن يعني بتفاؤل حول المستقبل أيضا لما بعد الانقلاب، يعني كيف يمكن أن نطمئن للمستقبل ولعدالة انتقالية في المستقبل في ظل ضغوط دولية جميعها تطرح تسويات سياسية تشبه إلى حد كبير المبادرة الخليجية، تسويات سياسية تساوي بين الأطراف في الداخل بين الدولة وبين المتمردين، ولا تتطرق من الأساس لأي عدالة انتقالية للضحايا؟ كيف يمكن أن نؤسس لمستقبل آمن في ظل هذه التسويات وهذه الضغوط الدولية؟ أولا أنا متفائل لسبب موضوعي أن اليمنيين لديهم مشروع عظيم وتوافق وطني واسع حول هذا المشروع، أعيق بالعنف والعنف والقوة مداها قصير وليس طويل في كل التاريخ، والأصل أننا سنعود إلى مشروعنا العظيم. الأمر الثاني بالنسبة للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، أنا أعتقد أن موقف المجتمع الدولي لم يتغير. آخر رؤية أو ما سمي بخطة طريق لليمن والتي لم يتفق عليها بعد تضمنت أيضا إصدار قانون العدالة الانتقالية وتنفيذ برامجها. الموقف الوطني بمجمله بحاجة بأن يتطلب أكثر لكي أيضا المجتمع الدولي يتعامل معه بواقعية أكثر. أنا أقول نعم دكتور محمد، ولو يعني قاطعتك في هذه الجزئية وأنت تتحدث عن الموقف الوطني، يأتي ضمن هذا الموقف الوطني آليات الرصد
والتوثيق، وربما هناك خلل كبير في هذه الآليات. وأنا دعني أستثمر وجودك في هذه اللحظة فيما يتعلق بآلية الرصد والتوثيق في الداخل، والتي كثير منها تخفي هوية المتورطين في الانتهاكات. إلى أي مدى يؤثر هذا النوع من الرصد الذي يخفي هوية المنتهك أو المتورط في الانتهاك، ربما يؤثر على مسار عداء انتقالية مستقبلا، أو على أي ملاحقة جنائية لهؤلاء المتورطين؟ الحقيقة أن هناك يجري رصد، ولكن هذا الرصد يعني ليس متحرر من الضغوط. فسنجد تقارير فقط تتحدث عن الانتهاكات التي تصدر من أحد الأفراد، أو ربما التقارير التي يمكن أن تكون قادرة على أن فعلا تثبت كل الوقائع لا تستطيع أن تمارس عملها اليوم، إما لأنها موجودة في صنعاء وبالتالي لا تستطيع، أو أنها لا تحصل على دعم. ولكن بكل الحالات هناك نحن نتحدث عن العدالة الانتقالية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهذه الانتهاكات لا يستطيع أحد أن يطمس معالمها حتى وإن مر عليها الزمن والوقت. ومع ذلك نحن بحاجة بأن نستعيد دور المجتمع المدني المستقل لكي يستطيع أن يرصد رصد موثوق به ومطلوب ليس من قبلنا فقط، وإنما أيضا من قبل ليس المنتهكين، وإنما من قبل الأطراف التي ليست لها علاقة بالانتهاكات، سواء كانت أطراف داخلية أو أطراف دولية، سواء كانت منظمات حكومية أو منظمات غير. نعم، وعلى ذكر الأطراف الداخلية دكتور محمد، يعني أود أن أسألك حول المقاومة الشعبية كفعل ثوري وفعل وطني ضمن سقف الدولة، ضمن إطار الدولة، وهو امتداد اضطراري للثورة السلمية. يعني ربما ما هو التوصيف أو التصنيف القانوني لهذا الفعل، وكيف تعلق على من يحاول مساواة هذا الطرف، طرف المقاومة، بالميليشيات والأطراف المسلحة التي خلقت ونشأت بالسلاح ومع السلاح؟ المقاومة هي دفاع عن النفس، والدفاع عن النفس مشروع في القانون اليمني وفي المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفي كل الشرائع، سواء كانت سماوية أو وضعية. حتى أيضا الدفاع عن من تعرضوا للعدوان الداخلي من الأطراف الدولية هو أيضا يندرج في إطار الدفاع عن الناس، لأن الدفاع عن النفس يمكن يكون الدفاع عن الذات أو الدفاع عن الغير. لكن مع هذا في الحروب من يشارك في الحروب تحصل أخطاء وتجري انتهاكات حقوق الإنسان. لا نستطيع أن نقول بأنه المقاومة المشروعة أيضا لا يوجد في إطارها من يتعدى على الحقوق لا، هو ليس تبرير طبعا لأي انتهاك من أي طرف، لكن نتحدث عن المقاومة كفعل وكمكون، يعني بشكل عام كيف ما التوصيف القانوني لها؟ نعم، هو فعل مشروع وحق كما قلت لك، حق قانوني تكفله كل التشريعات، سواء كانت التشريعات الداخلية أو التشريعات الدولية، سواء كانت التشريعات السماوية أو الوضعية. نعم، معم مع الوزير سؤال أخير، ما هو أكثر ما يقلقك بشأن مستقبل العدالة الانتقالية في اليمن؟ الواقع أنا ما يقلقني هو استدامة الحرب، لأنها ستجعل العدالة تحقيق العدالة الانتقالية أمر تصعب تحقيقه من حيث الإمكانيات والقدرات لليمن أو حتى أيضا للدعم. نحن الآن هناك عنصر جديد لابد أن تعالجه العدالة الانتقالية، ويتمثل بأكثر من 3 مليون مشرد من اليمنيين
فقدوا ممتلكاتهم وفقدوا منازلهم، يحتاجوا العودة إلى مساكنهم والاستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم على الأضرار التي لحقت بهم. فصارت أعباء تحقيق العدالة الانتقالية كبيرة جدا. نعم في هذا دكتور محمد، وأرجو أن تعلق في دقيقة أو في أقل من دقيقة بين جدلية إيقاف الحرب وإيقاف الانقلاب، كيف تعلق؟ ما الذي يمكن أن تقوله؟ الحرب هي نتيجة للانقلاب، واستعادة السلام مرتبط ارتباط عضوي ويدور مع الانقلاب يعني إيجابا وسلبا، وبالتالي لا يمكن تحقيق السلام في ظل وجود الانقلاب الذي أدى إلى تقويض السلام. لكن هناك أمر يقلقني أنها أيضا حتى عند تحقيق السلام أن القوى المدنية سواء كانت الأحزاب أو المنظمات غير السياسية، الحرب قد أدت إلى تهميشها وتهميش دورها، وهي نفسها أيضا ابتعدت عن الفعل الجماعي والفعل الجمعي والمؤثر، وهذا بدوره ليس عامل إيجابي بتحقيق العدالة. نعم، وربما هو يعيق الحياة. نعم نعم دكتور محمد، هو كذلك، وهي ربما ذلك يعيق الحياة السياسية المدنية القادمة إلى ما بعد الحرب والانقلاب. أشكرك وأعتذر على المقاطعة، أشكرك جزيل الشكر أستاذ القانون الدولي ووزير الشؤون القانونية السابق الدكتور محمد المخلافي، كنت معنا عبر سكايب من القاهرة. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي، أنا أسوان شاهر ومعد البرنامج أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج. ألتقيكم في حلقة جديدة من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس الموعد، في أمان الله.